أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا يوم الأحد رسميا موافقة أغلبية أعضائه على الاتفاق السابق حول تكوين الائتلاف الحكومي مع التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ألمانية جديدة. أعلن الديمقراطيون الاشتراكيون أن حوالي 378 ألف عضو شاركوا في التصويت، حيث بلغت نسبة التصويت بين الأعضاء 78.39% من إجمالي أعضاء الحزب، وأن ما يقرب من 240 ألف عضو صوتوا بنعم لصالح الائتلاف الحكومي، أي ما يساوي 66%. وأشار الخبراء إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينضم مرة أخرى إلى الحكومة الائتلافية ما زال بحاجة إلى الحفاظ على استقلاله على المدى الطويل. هناك مشكلة كبيرة أخرى، ألا وهي ما إذا كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيبقى على قيد الحياة بعد 4 سنوات في التحالف الكبير. أعتقد أن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية تواجه فترة صعبة في جميع أنحاء أوروبا، وعلى الأرجح أنه بعد 4 سنوات ستفيد ملاحظة الأحزاب الكبيرة تشابه أنفسها الأحزاب المواردة، وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا.